هل ممكن يتطلب الامر ان احنا كاولياء امور نغير الروتين بتاعنا احنا الشخصي يعني لا احنا نفسنا لازم نف... هيتغير احنا نفسنا ما نسهرش احنا طبعا هو لازم كده كده هيتغير معاهم يعني انا لما في الاول وانا داخل اطفال مثلا اوضه بتاعتهم بقول لهم يلا تصبحوا على خير والدنيا تمام وناموا وانا سهران مثلا مشاهدة تلفزيون هو للاسف ده مش نافع لان م. ان نفس الشخص ده اللي هيصحى الساعه 5 الفجر يعمل فطار ويصحي ويتكلم ويلا ويبوش فهو لازم لا انا عايز هي مامته تعمل الكلام ده مامته تدخل تنام بدري معايا عشان هي تقوم معاه الساعة 5 تعمل الحاجات دي ما هو دي حاجة المفروض انها تكون احنا بنساعد بعض فيها مم. يا اما انا هسيب لها الرول ده عشان انا بعمل حاجة تانية صح مع صح الأولاد بالليل مم. يعني فانا هسيبك هسيبك أنت تعملي ده الصبح وأنا هعمل حاجة تانية مم. فاحنا بنساعد بعض أنا ما ينفعش إن أنا أبقى سايب لها كل المسؤولية حرام انا في حاجات لازم هكون انا انا كاب دوري ايه انا مش دوري بس ان انا بجيب الفلوس وان انا واخد بالي منهم او ان انا بامن لهم مستقبلهم لا في دور يومي لازم في دور يومي لازم في شويه انا بقعد اتكلم مع الولاد في شويه بس احنا بنقعد مع بعض هم شايفين بابا انه مهتم يسمع ان بابا بيعمل اي كونتاكت وانا بحكي له حاجه هو مش باصص في الموبايل في اي كونتاكت مع بابا ان انا إيه إيه بكلمه وهو باصص لي وبيرد عليا اداني الاهتمام ده كابن او كبنت سمعني حتى لو بقول اي كلام هم غالبا بيبقوا عايزين يحكوا حاجات اي كلام بس هو عايز ده عشان عايز يشوف الاهتمام هو انا مهم عندك؟ <applause> وهو ده هو ده المقياس اللي في الاخر بيقول فيه انا بابا بيحبني او ما بيحبنيش الولاد بيحبوا اهاليهم بس هم طول الوقت عايزين يتاكدوا هو بيحبني ولا لا وده بيجي بالاهتمام طبعا طيب واحنا بنعد الاطفال علشان تدخل المدرسه بيختلف ده بالفئه العمريه وبيختلف من طبيعه الطفل للتاني يعني الطفل ابتدائي غير طفل اعدادي غير طفل ثانوي غير شاب الجامعه طبعاً. وده برده هو داخل الجامعه بيبقى برده مش مش بيقلبت متحمس متحمس برده وبيبقى برده اه مش عايز يدخل بس يعني خلاص هو هو عارف إيه؟ عارف اللي فيها طبعا بيختلف مع اختلاف نوعيه شخصيه الاطفال كمان يعني اكيد اللي معتمد على مامته 100% عشان هو لسه صغير ومش عارف حاجه وهي بتمشي له حياته غير اللي هو ابتدى يكبر وعايز يبان انا كبرت فاما صحني انت بوز رصح... لمامته حياتها علشان مش عايز يمشي <applause> على مامته اللي هو خلاص انا بقى هشيل مسؤوليه نفسي لو هو فعلا قد المسؤوليه دي على فكره بنسيبه يعني لو قالك ما تصحنيش انا هصحى الصبح انا خلاص اعدادي غالبا بيبدا التمرد ده أنا خلاص مش ما أنا هصحى لوحدي ظبطت الألارم أو ظبطت المنبه بتاعي والله كويس أوي شال من علينا شال علينا حاجة حلوة يعني الشخصية دي تبقى حاجة كويسة أوي إنه عمل كده أو حد تاني يقولك صحيني عشان صوت المنبه أصلا مش بسمعه اصلا مش بيصحيني خلاص انت مكمله معايا فهي فرقه ما بين الشخصيات والمراحل العمريه ان الصغير اكيد مش زي اللي بيحاول يثبت نفسه او مش زي الكبير اللي هو اصلا انا مش لازم اصحى خالص هو هيقوم يفطر نفسه او هيشرب حاجه ويمشي